أخبار اليوم، نشرة الأخبار. أهلا بكم. السيسي: اتفقنا مع اليونان وقبرص على التعاون في مجالات الطاقة والسياحة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش القمة الثلاثية إن انعقاد القمة في موعدها يؤكد أن فائدتها ليست لشعوب الثلاث دول فحسب، بل للمنطقة كلها كخطوة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف الرئيس أنه تم الاتفاق بين الدول الثلاثة على التعاون في مجالات كثيرة على رأسها مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار والنقل البحري، كما تم تأكيد على التزام الدول الثلاثة بمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات. الفلك: السبت المقبل غرة ربيع الأول والثالث والعشرين من ديسمبر المولد النبوي الشريف. صرح الدكتور أبو العلا أمين رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيكية بأن هلال شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي ستثبت رؤيته الجمعة 11 من ديسمبر عند استطلاعه بالطرق الشرعية، أن غرة الشهر ستكون السبت المقبل، وعليه فإن المولد النبوي الشريف سيوافق يوم الأربعاء 23 من ديسمبر الحالي. الداخلية: تفتح 46 منفذا لمشروع أمان للمنتجات الغذائية بعشر محافظات. افتتح عددا من مدير الأمن على مستوى الجمهورية بعض منافذ أمان للمنتجات الغذائية بمحافظتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجد عبد الغفار وزير الداخلية بافتتاح المرحلة الأولى من المشروع الذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار الأخرى. مفتي الجمهورية يدين تفجير كنيسة حافون في عدن باليمن. أدنى مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بشدة العملية الإرهابية الدنيئة التي استهدفت تفجير كنيسة حافون الكاثوليكية بمنطقة المعلى في مدينة عدن اليمنية. وأكد مفتي الجمهورية إن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية السامحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك العمل بمثابة التعدي على ذمة الله ورسوله. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اعتبارا من الخميس سكوت الأمطار الخفيفة على المحافظات الساحلية ومطروح والصلوم التي تصل إلى حد السيول، وتمتد هذه الأمطار على القاهرة والوجه البحري حتى يوم الجمعة. نهاية النشرة. دمتم في أمان الله.